خارجية أجنبية. كيف ما وعدنا أولياء أمور الطلبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في روضتنا، سيتم اليوم الشرح المبسط لأولياء الأمور عن كيفية حصة الترفيه بإعطاء الحرف والرقم عن طريق التكنولوجيا الحديثة. قبل هذا الكلام وقبل عرض الفيديوهات على شرح الخطة الجديدة في روضة أحباب الرحمن النموذجية، بدنا نكون جولة تاريخ 17/2018 وإعطاء حرف الواو للأطفال وطريقة إعطاء الحرف والترفيه بإعطاء الحرف. بدنا نرجع مرة أخرى نشرح لأولياء الأمور كيف ما وعدناهم. هذه أوراق فيها الحروف وصور حيوانات بالعربي وبالإنجليزية. بنقوم بتسليط الجهاز، سيكون الشرح عن طريق الداتا شو للطفل. نمر، جهاز للأوراق اللي أوجهناها لحضرات أولياء الأمور المشاهدين. هذه الفكرة من البرنامج. حرف الباء بقرة يتم شرحه للطفل على السبورة ويكتبه، وبعدها عن طريق الداتا شو يتم الترفيه. باء بقرة يظهر الحيوان كما في الصورة في عرض الداتا شو للطفل. على الداتا شو لأطفالنا في